السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود ربيع. النهاردة هنتكلم على نبات البوطس أو نبات قلب عبد الوهاب، ليه كذا اسم، أو اللبلاب، بس ده بقى مش اللبلاب بس، هما في ناس بتسميه اللبلاب. أول مرة تشوف القناة اشترك وفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو دوس لايك، وريت كلنا نشارك الفيديو مع أصدقائنا وأصحابنا، خلي الكل يستفيد. زي ما انتم شايفين حضراتكم، ده نبات البوطس من أحد نبات الزينة الداخلية، بيعيش داخل المنزل، نبات متسلق طبعا، يمكن يتسلق لحوالي متر ونص، وهو نبات دائم الخضر، بيفضل أخضر طول العام، وفي فصل الصيف طبعا بيفضل بيزدهر أخضرار منه. في منه ثلاث أنواع، عشان بس فيه سؤال بيجي من الناس كتير جدا، إني حضرتك في مثلا نبات عند جاره ورقته كبيرة وأنا عندي الورقة بتاع النبات صغيرة. هو في منه ثلاث أنواع أو ثلاث أنواع. النوع الأول هو بيكون ورقة عريضة أو ثلاث فصائل، طبعا ثلاث فصائل، في طبعا الورقة الكبيرة بتكون ورقة عريضة، والنوع الثاني ورقة متوسطة، والنوع الثالث هو الأوراق الصغيرة. يعني أنت حضرتك لو أنت عندك نبات البوطس ورقته صغيرة، ده نوع غير الورقة الكبيرة، يعني فيه ثلاث فصائل، ليه ثلاث فصائل طبعا. التربة اللي بنستخدمها للنبات طبعا، بنستخدم تربة البطمس مع البلايط او البطمس بس، ودي موجودة في المشاد، بنسمده كل شهر بسماد NPK. واهم حاجة يا جماعة الاضاءة، ان احنا بنحطه في اضاءة عالية بعيدة عن اشعة الشمس، يعني حضرتك بتحطه في اي مكان في اضاءة عالية، يعني ممكن تحطه جنب بلكونة، جنب شباك، جنب باب، ممكن تحطه قدام الباب. وبالنسبة في فصول الشتاء، يعني شهر 11 و12 و1 و2 و3، ممكن تعرضوا للشمس عادي، مفيش مشكلة، مش هيتأثر ولا حاجة، بس في الشتاء فقط. في الصيف نبعده عن الشمس خالص لعشان ما يتأثرش الورق بتاعه. طبعا هو عنايته سهلة جدا، وكمان هو بيحتاج فوائده طبعا، ان هو بينقي الهواء وبيخلي منظر المنزل جميل طبعا، وبيمد المكان بالاكسجين، وبيعمل على تنقية الهواء من المركبات العضوية. زي ما اتكلمنا لازم أن نكون طبعا، في عدة حاجات بتأثر بتصيب النبات ده. اول حاجة زيادة المية، زيادة المية يا جماعة بتساعد على تعفين الجذور، وبتخلي النبات يصفر ويموت بسرعة، فاحنا نقلل المية او نضبط الري على حسب ما التربة موجودة. زي ما اتكلمنا التربة البطمس ما بنزودش ولا بنقلل، يعني في المتوسط. طب المتوسط ازاي؟ انت بتشوف حضرتك التربة وبتبدأ على اساسها بتدي مية. طبعا تاني حاجة، اهم حاجة، لازم أن يكون الاضاءة الجيدة داخل المنزل، يعني نحطه من اقرب من النوافذ او الشبابيك. وطبعا زي ما حكينا ان في الشتاء لازم نعرضه للشمس حاجات بسيطة. التكاثر بتاعه هو بيتكسر، ان انت ممكن تزرعه في المية، بتقص اي غصن منه وتحطه في المية. وهننزل لكم فيديو ان شاء الله عن التعقيل او الزراعة بتاع البوطس، وهنوري لكم، هنقص منه جزء ونحطه في المية هيجزر، وبعد كده نحطه في البطمس او اي تربة. طيب في عدة مشاكل، ناس كتير برضو بتسأل على السؤال ده على الفيسبوك، وبتسأل على اليوتيوب على طول، ليه الورق بيصفر؟ يا جماعة الورق بيصفر ممكن بسبب زيادة المية وبسبب قلة الاضاءة. لو النبات عنده ما بيلموش، ما بيكبرش بسرعة، حطله سماد NPK 2020، وده هيخليه يدفع على طول. طبعا في منه اللي هو المعلق، وفي منه اللي هو القايم، وهي دي كل حاجة عن نبات البوطس او نبات قلب عبد الوهاب او اللبلاب. فيه كذا اسم، ياريت تقول لنا اسمه موجود في بالكم باني اسم. واخر فيديو، سبحانك الله وبحمدك، سبحان الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.